سبري تيم سافج. السلام عليكم، كلشي بخير. هانين امور هانيه. مهم شحال المدرسه في حركه، راه جاتني في شكال. اليوم انا في كاليفورنيا ورجعت امريكا الحمد لله، ولكن مازال ما عرفتش نبدا نفلوغي في امريكا حتى نكمل واحد جوج فيديوهات اللي مازال عندي. فيديو مع بوبا يوسف وعندي فيديو معايا توينز، داكشي كتعرفوهم. اليوم غادي نهضر على الفيديو اللي طرا مع بوبا. كان داز واحد النهار زوين، كنا مشينا سافرنا للبلاد فين منين هو اصل ديالو، تارودانت. وعاد من غير تارودانت طلعنا لواحد الجبل الفوق، وهذا راكم عارفين تما فين كيتزرع ارغان، وهذا كان داكشي زوين. وصورنا لقطات، فهمتي. اول حاجه بدينا بها هي نضربها في الطوموبيل. شوف كنا غادي نورمال فرحانين، قال لك بوبا دير الصمطه، دير الصمطه، دير الصمطه، لانه لبسني الصمطه، لبسني الصمطه، انا كان بلوغي. شو كيدير لك؟ تو ريف دو كونفورت. حنا غنعسو دابا. بين المعاناه اللي عانيت في المغرب هما انه القهوه كحله، بحالاش قهوه صغيره في راسك. هذه راه دار لي النص، عاد قلت لي زد لي قهوه واحده اخرى فوق. من بين اللعيبه ثاني واحد اخر اللي سطاوني ملي كنا غاديين مسافرين خارجين من تارودانت للجبل الفوق، هو الماعز فوق الشجر. كتلقى ماعز بحال دابا هنايا فوق الشجره هنايا. المهم غادي نمشي شجره اركان، ولكن راكم فهمتوني اش بغيت نقول. شفتو الماعز وكيقبل من توصلوا للماعز، كنا زدنا على تارودانت. نوريكم شويه ديال الطريق وديال الناس، حيتاش انا اول مره مشيت لتارودانت ما كانش كيتسحب ليا، راه مدينه كبيره، داكشي زوين. مني فتنا ديك اللعبه ديال الطريق وهذا وهذا، وصلنا للجبل. مني كتوصل للجبل الصال عاد راه بدينا كنلقاو شي لعيبات، باش انا بغيت نديرهم بحال السينماريك، وبغيت ندير فيهم مزيكا باش يبان بحال شي ناسيونال جيوغرافي. كيبان لك مثلا الماعز كيبان، المهم تفرجوا في السينماريك. ملي كنا غاديين نورمالمون خصنا نستمتعوا بالمناظر، نشوفوا اللعيبه، نشوفوا العدو، ولكن راكم عارفين كنت خارج مع يوسف بوبا اللي ما كتعرفوش، راه في سناب شات ديالو راه ديال روينه. المهم كيضحك هذا وهذا، ديما عين ضاربين المشاكل. انتم شوف علمنا شي لعبه زوينه، علمني دابا كيفاش نقول باك ستك، نقول ليه مناظر زوين الله يحفظك. اش واغيد؟ صافي صافي. اش واغيد؟ عاود قول لي ما سمعكش. بجدي الحاج اش واغيد؟ عاود ما سمعكش. بجدي انك اش واغيد؟ اش واغيد؟ اه الله الا اسي خسر عليك يا هو عارف يرحم هو عارف اش واغيت فهمتي غادي يجي يزيد معاك الهضره اش واغيت ها شير هنا اجي اري تعلمي اري سولت اري سولت الحيط اري سولت الحيط بزز منه ضرب معاه ضرب معاه تعلمني شي لعيبات ديال الحضاره وحتى شي اللغه ديالنا اصلا فهمتي خصني نتعلمها ولكن واحد القضيه باش تعرفوها في الليسي كان عندي واحد الدري صاحبي بزاف سميتو ياسين ايتوف قال دابا ديجا راه مثلا كنعرفو كيعلمني الشلحه وكنت كنعرف بزاف ديال الكلمات غير مشاو ليا فهمتو ولكن ان شاء الله قريبا غادي نتعلم لها الناس اللي باغيين يعلموني شي كلمات كتبوا في الكومونتيرات وهذا وهذا كتبوا كلمه والشرح ديالها بالدارجه باش نفهموها كامل شنو بان لك في هذا الشيء حتى والله جات الطبيعه واعره خلي خصني شي تصويره انايا بخليها فيديو بحال كناخذ شي تصويره ديال الانستغرام اه واو 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 هذا دور معاك ترى هواء نقي جدا الصاد لا الكمال ديال الفيديو شنو غادي يكون فيه. وصلنا بدا ملي كنت غادي طالع في الجبل كاين واحد البلاصه اللي فيها الديور وهذا وهذا عاد ثاني كنطالع لواحد البلاصه واحده اخرى فين غادي يكونوا غير والو غير الجبل والقمه ديال الجبل فهمتي. المهم تقريبا قربنا 70% ماشي تقريبا الوسط ولكن 70% ديال الجبل. كانت تماك الدار القديمه ديال يوسف ديال جدو كيقول ليه بات بابات بات جدو شي حاجه بحال هكا. المهم مشينا دخلنا دبرنا على السوارت هذا. المهم كنت غادي تشوفوا في الفيديو مشينا لواحد الدار قديمه في حداك شي رومانو وبرطال القديم الزمان مشينا بغينا ندخلو لها ما لقيناش الساروت. وليد زاد هنا عرفتي كون كان الساروت كون وريتكم طلعنا وليد زاد هنا واحد هذه باقي عندها الساروت اه باقي عندها الساروت ولكن راكم عارفين بقيت لاصق ولاصق ولاصق وصافي جينا جبنا واحد الساروت كبير ترى علامه صاحبي شفت الساروت عرفتي الساروت شحال اللي في رومانو وبرطال مش هاكي محطتها في يدك لا سرح يدك هذا كبر من يدو هذا راه ضرب به شي واحد هذا صاحبي هذا تبقى هازو معاك وتفلق به شي واحد بحالك لا لا شو محشم شو الله شو ديسيان هاد النفس كاين اللي كنزهنو انا غنحط لكم لوكاليزاسيون في ديسكريبسيون اللي بغى يجي يجي ها هو البيت ديال يوسف بوكن شنو كان هنا؟ عارفين شنو كان؟ اسكنا ماما دوبنا هذا هو الكولوار
غادي طيروا الدرون دابا واحد شويه غادي نديروا شي داكشي سينماري كيكون زوين نورمالمون هذا هو البيسين ما عرفتش هذيك واش كانت تقايوش خاوي غادي تختار تكون بيسين مجهد اصاحبي شوف اصاحبي كان غيضرب في حالك اصاحبي كنت غادي هنا راه بحال في كيمثلوا رومانا وبرطال ياك بحال هاد البلايص رومانا وبرطال رومانا وبرطال هاو انا غنلقاو شنو كيسميو شنو سميتو اصاحبي عرفتو حمي فينا هو رمانا راه هو اللي غنلقاو مورا مثلا دوك اللعيبات مشينا شدينا الطريق باش نوصلوا للقمه ديال الجبل ونطيروا الدرون واللعيبات تماك داكشي باش خصكم تفرجوا في هاد السينماري حنا طالعين دابا حنا راه في القمه ديال الجبل وصراحه القمه ديال الصحراء هي وكاين ما بينها وبينها حتى شي حاجه غادي غادي هو يقول لي داك الدري صاحبي شاكيب اللي هو دعمتي في الحقيقه قال لي علاش اللي ما نصوروش واحد السينماري اللي يكون ديال انستغرام صراحه صورنا ديال انستغرام خلوه في الكومنتات تحت الا كان زوين نحطو في انستغرام حتى هو غادي يكون فيه اللعيب المهم تفرجوا فيه تفرجوا فيه Do is drive around aimlessly trying to forget who we want to be trying to just breathe شوف دابا غادي ندير الكليك بيت ديالي دابا غادي نمشي عند بوبا كيلعب لها دور غادي نمشي ندير بحال غادي المهم هو انا سير الفلوق هنايا لا غير كنضحك معكم مازال الدرون اللي كتسلو فيه كاملين دابا غادي يكون شوت انجلش الله يجيب المهم غادي يكون دابا شوت ديال الدرون تفرجوا فيهم كاملين وان شاء الله يكون داكشي مزيان ولكن راه كنابلود دابا يوميا تفرجوا في الفلوقات مازال غدا ان شاء الله غادي يكون فلوق معايا توينز الا شفتوهم ما كتعرفوهمش وغادي يكونوا من بعد ان شاء الله فلوقات يوميا هنايا في المغرب بلا مع صحابي كاملين هند حمزه حسام الزاك بولحيا علاء كاع صحابي اللي كتشوفو هنايا كاع كاملين المهم واحد بواحد اناس المهم انا سميت كيمشيو لي حيت كاين بزاف ديال الناس اللي خصك واحد صحابك بزاف ولكن في نفس الوقت خصهم يكونوا 20 فهمتي هادشي اللي كاين نتلاقاو ان شاء الله قريبا لا نتفرجوا في الدرون عاد ندير عاد ندير ديالنا الطياره عتي غدا جاي غدا جاي حتى هنايا دور عندي وصافي انا المهم حيت دابا هنايا كاين النيفي ديالنا الطياره طياره غدا طياره جايه باش صورنا غير لقطات هاد الصغيورين راه دوز واحد المهم كل شويه كتبغي تصور الطياره المهم طياره تستنى الطياره هو هذا ما تنساوش ديروا سبسكرايب كليك نوتيفيكيشن انستغرام ديالي راه كاين في ديسكريبسيون دائما في الكومنتات الاول شاركوا معنا في انستغرام حتى شويه كنحط في ستوريات سناب شات شويه فيسبوك شويه المهم هادشي اللي كاين نتلاقاو ان شاء الله قريبا